أهالي حي الربيع في محافظة بابل انتقدوا الإهمال الحكومي لحيهم الذي تحول إلى مرتع للحشرات بسبب تراكم النفايات فيه، وطالبوا بتغيير اسمه الذي لا يتناسب مع ما فيه من نفايات. فنشاهد. حي الربيع لازم حي الورود، حي الأشجار، مو حي الزبالة. زبالة أنقاض عندك، يجون كل أسبوع مرة يشيل نقطة واحدة، والزبايل بباب الحوش. أنا رحت له من الناس قلت له عمي الزبايل هاي تعال شيلها اليمنى، يقول مو مسؤوليتي. هاي واحدة. اثنين، اليوم الجو لقحوا الأطفال، أكثر الأطفال تخربطوا ريحة صيف عندك بعد، وتعرف أنت الزبايل شلون نطلع ريحة إجريدية فيران. يعني هسه هذا البارحة جو لقحوه، اليوم يعني هم رجع تمرض، يعني هاي جهان كلهم يعني مرضى من وراء هاي الزبايل ها وهاي المايات. يعني لا نقدر لا نطلع طفل بالشارع لا هاي، يعني هذا بالفراش هذا جاهل صغير، يعني البارحة لقحوه اليوم تمرض. يعني شنو الفائدة؟ يجون يلقحون وهاي ما بيها كل فائدة، يعني جهاننا كلها يعني كلها مرضى من وراء هاي الزبايل وهاي المايات وحرنا. والله استاذ يعني هاي الزبالة لا يجون لا يوصلون، واحنا نناشد الحكومة. يعني ادري هاي هذا بشر يجي هنا يقعد؟ هسه تجيب المسؤول، تجيب هنا يقعد، والله ما يتحمل هاي الريحة وهاي الجهال. ما يصير. عمي تعال شوفونا، صار لنا سنين نعاني من هاي الزبالة. ما يصير.